شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وشوطنا الثامن عشر يضم نخبه من الجعدان الى المقدمه مباشره الى الصداره الى المقدمه. وهذا الشبح عبيد بن كاسم بن خليفه المسافريات الان على المقدمه وعلى الصداره، بينما النقله الى المركز الثاني. وفي المركز الثاني هذا هو مدمر سعود بن يوسف بن غانم بن محمد اهليه ياتي مع مدمر على المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث. في المركز الثالث في هذه اللحظات مشوش سعيد بن محمد بن ياسر بن علي العمري على المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع. وفي المركز الرابع عندنا اللي هو مغير حمد بن سعيد بن سالم بن حديد الجنوبي على المركز الرابع وخامس المراكز. هذا الان ياتي اللي هو مبتدي لمحمد بن حمد بن ضبيب سليمان الشامسي وسادس المراكز. في المركز السادس عندنا اللي هو شاهين حمد بن تعيب بن يمعه الداماني على المركز السادس وسابع المراكز. هذا السريع لعمر براج بن محمد الخيالي وثامن المراكز. في المركز الثامن عندنا من الزاوية اليمنى هذا هو مناسب بدر بن سالم بن محمد الجحافي يتقدم إلى المركز الثامن. أما في المركز التاسع عندنا اللي هو شرس البادي بن راشد بن سالم النعيمي وعاشر المراكز. ها هو أيضا تشغان لعتيج بن مثر بن حسن القبيسي. هذه مراكزنا الأولى، هذه تحدياتنا، ولكن عودة عودة إلى شعار أهلي، إلى شعار أهلي اللي على الصدارة على المركز الأول. ها هو مدمر 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 مع الصدارة الأولى سعود بن يوسف بن غانم بن محمد أهلي على الصدارة بدون أي أوامر، مركز هنا كل التركيز. عبد الله بن علي الويبي أحد المغمرين العمالقة يأتي الآن في مقدمة هذا الاندفاع. الله مشوش غادم مشوش غادم سعيد بن محمد بن ياسر بن علي العمري العمري مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث مغير حمد بن سعيد بن سالم بن حديد الجنوبي، ولكن اهلي اهلي مسيطر مع مدمر مدمر اللي شفنا له مشاركه قويه في صباح هذا اليوم في ميدان دستور في اول الاشواط. قدم له ايضا احد الجعدان احد الجعدان من العيار الثقيل لياتي في هذا اليوم وفي هذا الاندفاع وفي هذا الشوط. ايضا حاضرا حاضرا اهلي، ولكن انا مشوش مشوش غير مشوش غير سعيد بن محمد بن ياسر بن علي العمري. الله الله المركز الثالث المركز الثالث. ها والان ياتي مغير حمد بن سعيد بن سالم بن حديد القنوبي، ولكن اهلي اهلي راح الى الفوز راح الى الانتصار. مدمر مدمر دمر اهلي الجعدان وراح الى الفوز. سلام يا دبي، سلام دارة الدنيا، سلام سلام الى اهلي، سلام احد الجماهير احد الجماهير. ايضا وهنا ايضا الجماهير الليبي يرشح هذا الشعار، ولكن بالرملي بالرملي قادم بالرملي قادم بالرملي مع اللحظات الاخيره. والوال 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 بسم الله ما شاء الله. سلام الوقت سلام الوقت سلام للمره الثانيه في صباح هذا اليوم. تهانينا لسهيل بالرملي العامري المركز الثاني وصل المركز الثاني. عترة متابع مشاهدي الكرام هنا مع ايضا لحظة الوصول الى خط النهاية اللي وصل في المركز الثاني مشوش سعيد بن محمد بن ياسر العمري للمركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من عشاق لعيسى بن عبد الله بن يبيع. المركز الرابع المركز الرابع وصل اللي هو مغير لحمد بن سعيد بن سالم القنوبي. المركز الخامس وصل اللي هو مشاهدينا الكرام مبتدي له محمد بن حمد بن ضبيب الشامسي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز الاولى. عوده الى التوقيت الزمني وسرعه الوصول ب 4 دقائق 41 ثانيه. تهانينا
والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار.